المهرجان ما عنديش حد محدد اكون بحب اسمع له، بس انا بحب صوت حسن شاكوش. يعني حسن شاكوش حتى كصوت خامد صوت حلو، انا بحب صوته حتى لما بيجي يغني حاجات بره المهرجان بتسمعي صوت حلو ويغني، فبحب الاغاني دي بحب اسمعها. هو بيقول طب قولي قولي والله هو قبل كده سمعني حاجه بصوته من اغنياتي بس ما غناش قولي قولي سمعني على ايه، ومن كتر حبه في الاغنيه دي فهو غناها حلو، يعني حتى انا انبسطت ان هو بيغنيها حلو كده. قولي قولي مش عارفه، بس انا بشوف ان المطرب ممكن يغني كل حاجه، المطرب الشاطر اللي عنده نغمه حلوه وعنده ودن موسيقيه ممكن يغني كل حاجه، ليه لا؟ ده بخصوص المهرجان. اما بخصوص الاغاني الراب انا ابتديت اسمعها مؤخرا، والحقيقه اللي حببني في الراب ويجز. يعني انا اول حاجه يمكن اكون تابعتها قوي، انا بسمع راب من خلال ابني كل فتره كده، بس اكتر حاجه علقت معايا اغنيه البخت، فحبيت ويجز من ساعتها وبقيت متابعه اعماله، وبسمع بقى منهم ناس تانيين. يعني مروان موسى بحب اسمعه، عنده فكر مختلف، وعنده عفروته عاملين اغنيه مع بعض اسمها والله نسيت اسمها للاسف، بس اللي هو بيقول فيها انا اسكندراني برازيلي، برازيلي اسمر برقصه سامبا، عجبتني قوي. حتى تصوير الكليب بتاعها حسيته مميز قوي، راح في حته كده مختلفه. هما الميزه فيهم ان هما عندهم فكر مختلف في المزيكا، وده المطلوب ان يبقى فيه دايما تجديد وتغيير عشان ما يبقاش فيه ملل. اللي قاعد بيتفرج ده عايز يتفرج على حاجه مختلفه، عايز يسمع حاجه مختلفه وفي نفس الوقت تكون حلوه. يعني مش هينفع نعدي ده من غير ما نسمع منك البخت كمان. طالما من كتر ما بتسمعي الاغنيه بصراحه بتتحفظ بسرعه، فهدينا واحده البخت. طيب انا هحاول اغنيها بس يا رب جمهور ويجز ما يزعلش مني، لان هم جمهور الرابرز يعني بيغيروا عليهم قوي بيحبوهم قوي، فما بيحبوش حد يقرب منطقتهم من منطقتهم، بس سامحوني يا شباب يعني انا عادي انا بغنيها كمستمع. عيني منها بشكل جدي وتقيله مشتاق لانا اتبخر سحري، مش باجي على بالها ما فكرتش، وبالي فيها بابا بالي مش ملكي، بلعب البخت سألتها رفضتني، استغربتها امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي، يا اخي كنت عالثبات وهزتني، واللي فات ده كان سحري، مش باجي على بالها جت سيرتي، وانا بالي معاها مش ملكي، قالت كلام قبل لما تشوفني عارفني صعب ومش مفهوم، كلامي دبش ومش موزون، او بتحب حد والبال مشغول، ما شفتهاش ولا حد يلومني، ملاك بريء ولا انا مخدوع، هي توتر ولا انا. بصي كفايه كفايه عشان الكلام ابتدى يتوه والناس هتزعل مني. بصي هقول لك هي ليه حلوه او مش هي ليه حلوه، هو ليه اغاني كتير حلوه. يعني ليه اغنيه تانية اسمها انا مش عايزه، يعني مش عايزه اخصص اسامي الاغاني، بس هو بوجه العموم اغانيه حلوه. هي مش مفهومه، هي مفهومه لما تركزي فيها وتسمعيها اكتر من مره هتفهميها. هو بيحكي قصه ان هو اتجرح من حبيبه، يعني كان يعني حس ان حب من طرف واحد مثلا، او ان هي دايما بتصده، فهي مفهومه، هي اغنيه رومانسيه تعتبر. اللي خلى كل الناس حبتها او ابتدت تسمع ويجز بعد ما غنى الاغنيه دي، ان ويجز بالاغنيه دي راح لكل طبقات المجتمع بقى. هي دي الفكرة، انه هو بيغني راب اساسه راب، وانما بالبخت هو راح لناس تانية يمكن ما كانتش بتسمعه قبل ما يغني البخت. فانا شايفة ان هو الاغنية دي كانت حركة حلوة قوي منه، كان فيها ذكاء جدا، ويجز من الفنانين الاذكياء الشطار، انا بشوفه كده واتمنى له التوفيق اكيد، لان هم متجددين. يعني هو بيحبوا يجددوا، هم ادولك تراك الاغنية تراك الموسيقى بشكل تاني خالص مختلف. يمكن كان اللون ده موجود في امريكا بقاله عشرات السنين مش جديد، ولكن احنا لما تناولناه، لما الرابرز المصريين تحديدا تناولوه بشكل مختلف، تناولوه برضو بشكل ممكن يناسب بقدر كبير الثقافه العربيه. وفي رابرز من المغرب وفي رابرز من تونس، يعني موجود في شمال افريقيا عموما، بس احنا دايما الحمد لله، يعني دايما الفنان المصري كده بيبقى ليه تاتش كده مميز مختلف.